مدى وفاك يا رب ان شاء الله. ابني قاعد متجوز ما بيشتغلش وكان في شرم الشيخ، لما حضرتك راح شرم الشيخ مشوا عشان تصور، فدلوقتي ابني معاه بكالوريوس تربيه رياضيه ومعاه دبلوم صنايعي، ما يبيش ما فيش حد بيسال عني. ابني بيشتغل اساسا لا اؤمن بحاله الطوارئ ولا قانون الطوارئ، وارى ان القانون الطبيعي قانون كافي جدا لضبط الامور ومحاكمه من يخرج على القانون وخلافه. فانا اول شيء اعمله كرئيس اذا انتخبت ان شاء الله وبقي قانون الطوارئ، اول شيء الغاء قانون الطوارئ. طب وقانون الغدر ما زال؟ قانون الغدر ما زال محل نقاش رايح جاي، وده المهم انه يكون في عداله وما يكونش قائم على الانتقام وانما قائم على منطق سليم. شايف نسبه حضرتك قد ايه من المتقين اتصالي بكل المحافظات زمايلنا اللي كانوا معانا في اتحادات الطلاب وفي وجودي في المنصوره ونزول الارياف النسبه بمشيئه الرحمن. بمشيئه الرحمن انا متوقع اوفر 80%. ومعالي الامين توقعها ايه؟ انا 51. الشعب نوري عمرو موسى الشعب.